السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم احبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. الله يكرمكم ويجبر خاطركم وخليلي اياكم، لانه كتير عم تدعموني وانا ممنونتكم عن جد. ممنونتكم كتير اللي عم تعملوه معي، انا يعني ممنونتكم وبتشكركم عليه. نحن اليوم بايام باردة، الله يدفيكم برحمته، واللي قاعدين بالجرود مثل ما انتم بتعرفوا انه نحن صح بالصيف قاعدين بالجرد، بس بالشتي بالساحل يعني بنلحق الدفا. بس في ناس عندها بيوت فوق بالجرد، يعني بيقدروا يقعدوا بهي المناطق الباردة، مرتفعات شاهقة احيانا. في ناس بالألفين وشوي يعني، وناس 1500، والجماعة اللي هلأ طالبين منا حطب نودي لهم يوم. مثل ما بتعرفوا انا زوجي عنده شاحنة وبينقل بضائع، بقى من الاشياء اللي طلبت منها هي الحطب. شوفوا البيت اللي وصلنا له، شوفوا ما شاء الله وصلنا له، وحواليه كله تلج. يعني لو ما البلدية بتشيل بالجرافات التلج عن الطريق كان ما بنقدر نوصل لهيدا البيت اللي ما شاء الله. الله يطرح لهم البركة لأصحابه، جماعة كتير ما شاء الله فخامة، يعني جماعة بيحافظوا على التراث. هي كلها اشياء من التراث كانوا يستعملوها وما زالوا في اشياء بيستعملوها. رح اترككم يعني تشوفوا كيف كانت الاشياء بسيطة جدا وكانت مفيدة جدا، مثل هاي الاشياء اللي محطوطة على الحيط. صاحبة البيت ما شاء الله ست مقدرة، هي زوجة رئيس البلدية بأرسونا، بقى ست مقدرة ومحافظة ما شاء الله بعدها على الأشياء الأنتيكة اللي صارت هلأ بأيامنا. فينا استغنى عنا بالأشياء المتطورة، بس هي بعدها محافظة على أيام وتركتها للمنظر. يعني شوفوا وتفرجوا وتمتعوا وعطوني رأيكم بالكومنتات. ما شاء الله ما شاء الله، يعني قدي بالليل عشية انه بتبردوا. عشية كان كتير برد ما شاء الله. ما دام حدا عنده حطب هم بتضيع كله وقته حطب. ما شاء الله، مشان هيك ناطريننا تنجيب الحطبات. ما شاء الله، هيدي اسمها بقرصونة صح؟ ايه بقرصونة. ما شاء الله، بتعرفي انه نحن بيتنا فوق وين؟ بالمنشرة فوق. لك هو عند الشجر الغابة فوق. ايه فوق هونيك. عند الغابات. ايه صح مضبوط. عاملين كوخ هونيك نحن. والله. ايه بس هلا شتوية ما فينا نطلع عليه. ما حطلعك على فكرة. ما شاء الله. هيدي القعدة الشتوية هون عندكم. ايه. هونيك مصيف مطرح ما صورت قعدة صيفية وهون. ايه صيفية ايه. وهون ما شاء الله. هيدول تستعملون عم تقولي بالعزة وبالفرح ما هيك؟ ايه ما شاء الله بالقهوة ما شاء الله. الضيعة هون بيجوا يستعارون يعني. ايه ما شاء الله الله أكبر يا حفيظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حتى الطريقة هذا بيسموه صالون عربي صح؟ اي ما شاء الله الطريقة يعني حتى مع الصوب يعني ما شاء الله عاملة هيك، عاملة دفة ما شاء الله. هيدي فيها فرن، هيدي الصوبيا ما شاء الله. ما شاء الله انك ما بتشعلوا انتو تحت. لا لا ابدا، هو ما شاء الله كله بيتصور عندكم ما شاء الله. ما شاء الله لقمتين ما شاء الله.
ان شاء الله لفوت لهم. كمان هم ما شاء الله حاطين صوبيه. ايه بس الدنيا بتطلع شعر. وين اللي عم تقولي عليه انه ها ان شاء الله هيدا شو هيدا شو قصته هيدا؟ هذا كانوا بيفلحوا عليه قديم بيرا بحطوه على الخال. بحطوه على الخيل بيفلحوا عليه. ايه ما شاء الله. وبتحتفظي فيهم كلهم صح؟ ما شاء الله. هنيك المنيخي هيدا منخل. اها هيدا خلص ما بقى تستعملوه يعني هيدا ما بقى تستعملوه. لا استعملوه استعملوه. هذيك اللي عم نعملها على البرد. والكارة بتستعملوها؟ ايه للتنور هيدي. ما شاء الله. الصاج ما هي نفسها؟ ايه بلا استخدم. وهيدي شو؟ هيدي صينية بتعطيها خبز. اها ما شاء الله ما شاء الله. الله يطرح البركة. أكيد المنظر من هون بيغني ما شاء الله صح؟ إيه. هلا عشان تعرفينا شوي كنا بكير عم نضبط هون اسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قولي لي شو هيدا اللي أنا شايفته هون يا عمي مال؟ هيدا شانكليشة، بطاطي مشمش، ونجوص، وتفاح، فليفلة، ما شاء الله، بندورة خضراء، هيدا كله شغل إيدك، وهيدا مكبوس ما شاء الله، واللي حده هون زبيب. زبيب كمان بت إيه. خزنوه. هيدي هاني كمان لوبيا مكبوسة، ورق عنب، ومشمش حب. مشمش حب؟ إيه. هيدا شو هيدا اللي هون؟ هيدا لوبيا. لوبيا مكبوسة ما شاء الله مثل مكدوس. لا والله انت بدك زيارة خاصة. بدك زيارة خاصة يعني تكوني عم تشتغلي بالفطور اذا الله ان شاء الله رب العالمين تكوني عم تشتغلي هيك شغل. ايه. هيدا كله بالصيف او اي شيء؟ ايه بالصيف. هلا فضت ما فيها شيء تعب الصيف. لا فضيت تعبت شيرين ما شاء الله عنك ما شاء الله. رح تفضى باشياء انتيكه بتجنن ما شاء الله. وهيك نزلنا الحطب وودعنا الجماعة اللي الطيبين الكرام. وعلى فكرة طلعوا في قربة يعني بيناتنا سبحان الله. وتركت لكم هدول الصور. هلا إن شاء الله بدي حاول جدي أرجع زورهم من جديد وتعلم من الست لأنها شطورة كتير. وفيديو جديد بشوفكم إن شاء الله والسلام عليكم.